شفناك يا رب بزاف الناس تعتبر الرياضة ديال الملاكمة من أحد أخطر الرياضات في العالم، حتى شد الرياضة هذه بقى متفقوا فيها القوانين بحال رياضة الكاراتيه وبزاف ديال الرياضات اللي الضرب الوجه أو اللمس بقوة والضرب بقوة والتصادم بقوة ممنوع. رياضة الملاكمة بقى كتحتوي على العنف الشديد اللي كيسمح للملاكم أنه يضرب الزميل ديالو أو الخصم ديالو في الملاكمة دقة قاضية ويضربوا بكاع الجهد ديالو. هادشي علاش الرياضة ديال الملاكمة يمكن لها تعرضك بزاف ديال الأمراض، يمكن لها تخليك واحد الإنسان فيه الشلل، كما طلع محمد علي واحد الإنسان واحد الملاكم كيعرفوه بزاف الناس وبطل العالم في الوزن الثقيل. يمكن ليها تضرك في القزحية ديال العين ديالك، يمكن لها تعرضك واحد الأمراض ديال العين خايبة ديال بصح، يمكن لها تخليك تعرض للحول. ومن غير هادشي كامل عندها واحد الأمراض، يمكن لها تعرضك أمراض نفسية، حتى كيف ما كنعرفوا أن دوك الملاكمين عندهم واحد النفس حارة ومكيبغيوش يخسروا. وتخيل معايا واحد الملاكم كيتريني على الأقل واحد المدة ديال العام، عاد كيمشي يلعب ضد الخصم ديالو مدة ديال العام كامل وهو كيتمرن باش يقدر يهزم الملاكم الاخر. ولكن للاسف كاين شي مرات اللي كتلعب مع واحد الملاكم اللي هارب عليك بزاف في النيفو وخا تريني حتى عامين وتضيع الجهد ديالك لمدة عامين كاملة، من غادي يجي يلعب معاك غادي يربحك بسهولة. ومن غادي يربحك بسهولة وانت تريني شي درجاك عامين ما تقبلهاش، ما يمكنش لك تقبل الجهد العامين يضيع في 9 دقائق، ما يمكنش. هادشي علاش يمكن لك تعرض واحد الاكتئاب حاد،